مدرسة الدرب الأحمر للفنون تم افتتاحها بشكل رسمي سنة 2011. هو مشروع تنموي هدفه حماية أطفال منطقة الدرب الأحمر من العمل في حرف قاتلة لطفولتهم وتوفير فرص عمل بديلة ليهم في المستقبل في مجالات الفنون والإبداع. في بيت من البيوت المماليك الأثرية في منطقة الدرب الأحمر، إحنا موجودين هنا النهاردة علشان نصور مدرسة فنون الدرب الأحمر. الحقيقة المدرسة دي أقل ما يمكن أن توصف دي إنها مدرسة قمة في الرقي. المدرسة دي بتشتغل على الأطفال اللي موجودين وعايشين في منطقة الدرب الأحمر، بدل ما الولد يجي من مدرسته العادية ويقعد يلعب في الشارع أو يعمل أي حاجة أو يدخل مثلا مكان مش كويس أو يتعرف على أولاد مش كويسين، بياخدوهم في المدرسة دي. والحقيقة إن هم بيعلموهم فنون غاية في الرقي، فنون السيرك، فنون الأكروبات، فنون الإيقاع، آلات يمكن قليل جدا ما نشوف أطفال بيتعلموا عليها. إحنا النهاردة هنقضي يوم على الطبيعة في مدرسة فنون الدرب الأحمر. اهلا مساء الخير. ازيك؟ عامله ايه؟ اتفضلي اخد منك كلمتين كده عن المدرسه الحلوه بتاعتكم دي. اتفضلي. احكي لي بقى ايه مدرسه فنون الدرب الاحمر؟ مدرسه الدرب الاحمر بدات في اخر 2010 او 2011. شركه الجنينه عندنا مسرح اللي هي للمدرسه ليها، عندنا مسرح في حديقه الازهر اللي هو قريب قوي من هنا. كان الاولاد بييجوا بيحضروا حفلات وبيسمعوا مزيكا، وساعات بيبقوا مبسوطين وساعات بيبقوا بيحدفوا حاجات علينا، ففكرنا ان احنا ليه ما نروح لهمش ونعمل لهم نعمل معاهم حاجه. فكان فكره اول حاجه ابتدانا فيها هي ايقاع بس. وبعد كده اللي هو الطبله والحاجات دي، طبله بس. في الاول كده، وكان في تقريبا 10 ولاد 20 ولد، وما كانش الموضوع سهل يعني، كنا بنقعد نلف عشان نجيبهم. ما كانش عندنا المبنى دلوقتي اللي هتشوفيه، ما كانش عندنا المبنى ده كله، كان في عندنا قاعه صغيره نتمرن فيها. بعد شويه فكرنا ان احنا ليه ما نعملش حاجه زياده، مش بس ايقاع، او نعمل سيرك. السيرك ده كان هنا في المنطقه، كان مش بس في المنطقه، في مصر كلها كان في حاجه اسمها السيرك الشعبي، اللي هم بيعملوا سيرك في الشارع، مش بس السيرك في الخيمه يعني او في مكان معين يعني. وفعلا قسم السيرك جذب لولاد كتير قوي. كل ده في وقت قد ايه يا فوزي؟ الحاجات دي اخذت منقول من اخر 2010 او 2011 و2012 لحد ما 2012 نقدر نقول ان احنا بقى عندنا مدرسه فعلا فيها الاقسام دي، مدرسه بالمعنى المدرسه اللي هي الاولاد بتيجي منتظمه 4 ساعات. طيب انا يعني واحنا واقفين وبنحضر الحلقه، ولد قال لك احنا الاشتراك امتى وبكام؟ فانت قلتي له الاشتراك في يناير وببلاش. فبقول لها وفي حاجه ببلاش يا بنتي في الزمان ده؟ قالت لي احنا عاملين الاشتراك في مدرسه حلوه زي دي وبتعلم مهاره حلوه قوي زي دي، ده لو حد عايز يعلم ابنه اي اله هيجيب له مدرس بفلوس. انتوا عاملينها ببلاش خالص ليه؟ هو مشروع تنموي. مؤسسة أغا خان للثقافة والفنون هي بتصرف على المشروع. الهدف فكرة برضو ان اغلب انت لو مشيتي برضو في المنطقة، او اغلب الناس طبعا تعرف الموضوع ده، المنطقة كلها فيها ورش، حدادين، نجارة، ميكانيك عربيات، مفروشات. الاولاد غالبا بتشتغل مع اهاليها في الحاجات دي، فاحنا فكرنا ليه ما يشتغلوش حاجة تانية ما تبقى صعبة ليهم، وهما بنفس الوقت هيدخلوا فلوس لاهلهم. صحيح. فليه ما يبقاش فن؟ وليه الفن ممكن يبقى مهنة وممكن يطلع فلوس. صحيح. ممكن يبقى مصدر رزق. ففكرنا بدا، والفكرة ان احنا نديهم هي مش فلوس يعني. انتوا كمان بتدوهم حاجة مبلغ شهري عشان ينتظموا؟ عشان ينتظموا، بس هو يعني هو ممكن تعتبريه رمزية قوي، مش حاجة مهمة. كل ولد حاجة كده حسب حضوره والتزامه وكده. كتشجيع يعني عشان عشان وعشان ما يبقاش عبء على الاهل، عشان لو حد بيبعت ولاده يشتغلوا فهو هيدخله فلوس، فلو ما راحش يشتغل هينقطع يعني حاجه. طيب انا سامعه انكم بتعملوا عروض والولاد ما شاء الله، الولاد صغيرين قوي يا خوله وما شاء الله يعني متطورين وواصلين لمراحل حلوه في الحاجات اللي بيلعبوها. انتوا بتاخدوهم بقى، انا سامعه انكم سفرتوهم بره. احكي لي بقى ازاي.
احنا كل سنه تقريبا بنعمل عرض زي عرض تخرج خلينا نقول مثلا، عشان الدراسه عندنا مده سنتين، في اخر السنه الثانيه دي بيتخرجوا الاولاد فبنعمل لهم زي عرض تخرج. شاركنا في اكتر من مره في العرض ده، في رحنا الكويت مهرجان اطفال وناشئه، رحنا اسكندريه كل سنه بنروح، رحنا لبنان. انا شايفاكم كمان مهتمين بصحه الولاد، في دكتوره، في بتجيبوها، في اخصائيه اجتماعيه نفسيا يعني. ما هو عشان يبقى في فنان، عشان نقدر نقول ان هو فنان لازم نهتم فيه بكل الجوانب، مش بس ان احنا نعلمه مزيكا، مش دي الفكره بس، او اعلمه سيرك. هو لازم يبقى لازم صحته النفسيه والجسديه تبقى كويسه، لازم يبقى متابعينه ونساعده لو في عنده اي مشكله، لو صحيه او الولاد نفسية. الولاد شاطرين في المدارس الثانيه، ويعني بيدخلوا هما بيروحوا الصبح مدارسهم، واحنا بنشجع قوي ان احنا ان هما يبقوا كويسين في المدرسه الصبح. عشان ما يبقاش احنا بنأثر على المدرسه، وبتديهم اجازات وقت الامتحانات، لو في امتحان بنديهم، ودايما بنسال على امتحاناتهم ونتيجتهم ودرجاتهم في المدرسه. واللذيذ انكم بتديهم انجلش وكمبيوتر. يعني دي حاجات بسيطه. والاهل ساعات بيحبوا كده، بيحسوا ان هم مش بس ابنهم جاي يتعلم طبله او سيرك، لا ده بيتعلم حاجه ثانيه. يعني انت بتقولي لي الفنان اقل حاجه لازم على الاقل يبقى معاه لغه ومعاه كمبيوتر عشان يبقى مثقف. يعني فكره انكم بتبنوا تنموي فعلا، انكم بتبنوا الطفل ده، مش فكره انه هتكسبه من وراه. لا طبعا خالص، انتوا بتنموا الولد الصغير اللي في منطقه ممكن تكون شعبيه، ممكن ما يبقاش عندهم الفكر ده، انتوا حابين توصلوه لحاجه راقيه. هو الفن بيغير عموما، بيغير شخصيتك. حسيتي بتغيير في الولاد قبل وبعد؟ طبعا يعني، وده بيبقى اكتر لما اول ما بيدخلوا المدرسه، وازاي بعد كده بعد سنه او سنتين، وازاي هما بيعبروا عن ده، وازاي هما بيقولوه، ازاي بيقولوا ان احنا انا فنان، انا ما بقتش، اصحابي بيحبوني، عندي ناس بتحبني، الولاد بيصوروا معايا في المدرسه، بيتصوروا معاهم اصحابهم يعني، عشان هم فنانين كبار كده، بيطلعوا على مسرح. بقى عندهم تفكير بر يعني، خارج فكره ان احنا بس هنشتغل ونجيب فلوس وبس. لا، هو فعلا عايز يبقى فنان، عايز يتعلم حاجات تانية، عايز يسمع، عايز يشوف، عايز يعرف اشياء اكتر. فعلا هو الفن اصلا بيغير، طبعا بيرقي الفكر. بيغير تماما. انا مبسوطه بيكم، ولسه عايزه انبسط اكتر بقى لما ادخل جوه الكلاسز، ندخل جوه الكلاسز ونتفرج عليه. ماشي، يلا. زرنا المدرسة اللي مقرها بيت إبراهيم أغا المملوكي الأثري، مقر بيجمع بين الأصالة والمعاصرة. التاريخ بيحضن بين جنباته فن راقي بإيدين أطفال سابقين سنهم ومتحدين لظروفهم، وواصلين لدرجة من الإتقان ممكن يوصل لها شباب أكبر منهم بعشر سنين. أول قاعة بيتدرب فيها الأطفال هي قاعة الإيقاع، وهناك المدرب أحمد علي بيدرب الأطفال على آلات الإيقاع المختلفة، من طبلة لدف لكونجا وجيمبي. الترومبون فهي آلة بترجع للقرن الخمستاشر، من الآلات الصعبة اللي استخدمها الموسيقار محمد عبد الوهاب في كتير من ألحانه، واللي لقينا إن البنات في مدرسة الضرب الأحمر للفنون واصلين لدرجة عالية من الإتقان في العزف عليها. بالرغم من قصر مدة تدريبهم عليها، إلا إن مدربهم أحمد إسماعيل خريج الكونسيرفاتوار قدر يوصل معاهم لنتيجة هائلة. أنا
خلصنا كده لف سريع كده خولة في المدرسة بس خولة عملنا مفاجأة بقى جايبلنا كل الفريق بتاع مدرسة فنون الدرب الأحمر أو الدرب الأحمر للفنون هيعملوا لنا شو تحفة في الشارع في المنطقة الأثرية دي حاجة كده سبيشال لينا صح؟ تمام يلا ننزل نشوف يلا كان أحلى ختام ليومنا في المدرسة هو العرض الشامل الجامع لكل فنون المدرسة اللي عملوه الأطفال قدام مدرستهم في الدرب الأحمر في حضور أهل المنطقة اللي استمتعوا بالعرض المجاني للأطفال واللي بمشاهدتهم لعرض زي ده بيزيد وعيهم بقيمة الفن المحترم وأهميته في تنمية شخصية أولادهم.